عليكم وبكم مشاهدينا الكرام، نستكمل حديثنا معكم في بانوراما الصحة والحديث عن الحمى الروماتيزمية وتأثيرها على عضلة القلب. الحمى الروماتيزمية مشاهدينا الكرام، هناك العديد من الأبحاث التي أجريت عليها، ولكن تلاحظ لنا خلال الأعوام القليلة الماضية بأنه قد تناقصت أعداد المصابين بها، ولكن تبعاتها لا زالت متواجدة عند كثير من قلوب المصريين. لنا هذه الوقفة مع ضيف العزيز دكتور رامي إسماعيل، زميل أبحاث القلب بجامعة جلاسكو ببريطانيا. مرحبا اهلا دكتور بيك رامي. يا دكتور سيد. والله انا يعني قبل زي ما قلت لك قبل الهوا، انا بتشرف ان انا ابقى مع حضرتك، ربنا والله يبارك فيك يا دكتور يشرفني رامي، جدا. ويعني دوما نسعد بكم. ثقافة قوية يعني، ربنا يبارك أشكرك فيك، ده أشكرك شرف لي. أشكرك ضيف العزيز. الحمى الروماتيزمية اوكي كيف نعرفها؟ وكنا يعني فيما درسناه بأنه هناك العديد من التقسيمات ككريتيريا أو ميجر أو مينور كريتيريا أو أيا كان، وهناك مرحلة سنية. هذا يعني ما قيل بأنه قد تتواجد الوقت اللي الحمى بيجي فيه الحمى الروماتيزمية الروماتيزمية فيه. فيه، تمام. لأننا قد نجد أن يعني عندما يكون هناك طفل بداية يحبو أو بداية خطواته ويشتكي من ألم نتيجة خبطة في يعني هناك تخوف كبير بأن صح، يشتكي من قدميه أو ركبته أو رجله يبقى بحمى عنده ده حمى روماتيزمية. روماتيزمية، صح. بص يا سيدي، صل على النبي، بسم صلى الله الله عليه الرحمن وسلم. الرحيم. في البداية عايز أقول إن في ناس كتير جدا 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 بتاخد حقنة بنسلين طويل المفعول كل شهر بدون داعي، لدرجة إن تيجي تدور على الحقنة دي في الصيدليات ما تلاقيهاش، من كتر ما في ناس كتير قوي وهلع بتاخدها بدون كبير. داعي. نعم وتوجع ومش عارف ايه، وتعمل حساسيه، والحساسيه ياخد بعدها كورتيزون ويحصل له منها مشاكل، وهو في النهايه او في البدايه ما كانش مفروض انه ياخد حاجه زي كده. وعشان كده عايز ابدا كلامي باني اعرف الحمى الروماتيزميه، ونعرف الناس هي عباره عن ايه، وامتى اقول ان ابني ده مصاب أيوة. بحمى روماتيزميه ومحتاج ياخد حقنه بنسلين كل شهر، وامتى يكون بياخدها بدون داعي. اوكي، عشان مش اي حد زي ما بس حضرتك قلت في الاول ماشي على رجله ولا بيلعب كوره ورجله اتخبطت قال يا ماما رجلي وجعتني، راح عمل له تحليل سرعه ترسيب ولا تحليل حمى روماتيزميه طلع عالي شويه سرعه الترسيب، قال لك يبقى ده حمى روماتيزميه. هذا خطا، لا تشخص الحمى الروماتيزميه بسرعه الترسيب ولا بتحليل الحمى الروماتيزميه ميكروب الحمى. امال تتشخص ازاي وبتيجي ازاي وهي عباره عن ايه واعراضها ايه؟ عشان احكيها بشكل بسيط، قال لك كلمه حمى معناها سخونيه، حمى، تمام. وروماتيزميه معناها روماتيزم، بيجي او الام في المفاصل وفي الركب وفي عشان كده سموها روماتيزميه زي الروماتيزم، وبتيجي في السن الصغير، يقول لك بتيجي من بعد سن 5 سنين كده لحد سن 15 20 سنه، وخاصه في الاماكن المزدحمه، في الاماكن العشوائيه، في البيوت اللي تلاقي فيها 7 عيال نايمين في الاوضه، ما فيش تهويه جيده، في دول الفقيره. ليه بقى؟ قال لك لان في الدول دي او في البيوت اللي هي الغلبانه اللي على قدهم دي تلاقي مفيش رعاية صحية، فالواد ممكن وهو قاعد يجي له دور برد ولا سخونية ويقعد يكح وزكام ومش عارف ايه، وابوه يطنش. مفروض ان هو لو حد من اطفالك او اي طفل عنده ميكروب بديله مضاد حيوي، لو سخن اديله مضاد حيوي. وهنا السؤال هيقولك طب هو اي عيل سخن اديله مضاد حيوي؟ قالك لا، حسب السخونية، لو كانت سخونية من بكتيريا يبقى لازم مضاد حيوي، لكن لو كانت سخونيه من فيروس يبقى مش لازم مضاد حيوي. يا سلام، طب وانا هعرف منين دي من دي؟ قال لك في حاجات الام ممكن تشوفها تعرف اذا كانت السخونيه دي تحتاج مضاد ولا ما تحتاجش ما انا مش مضاد. عايز الام اساسا يا دكتور رامي، انا عايز حالة الحاجه الى استشاره طبيه تذهب به الى تروح الطبيب. بيه، تمام. لكن انا هل ممكن قد تكون رسالتك هذه الى الطبيب، لانه بالظبط في بعض كده الاطباء في كثير من الاحيان مضاد تجد ان حيوي في اي حاجه؟ روشتة حتى ليس مضاد حيوي واحد، ولكن اثنين، اللي ما يصيبش ده يصيب ده. لمجرد انه نعم سخن. نعم قال لك لا، قال لك رقم واحد السخونيه العاديه اللي هي بسيطه مش محتاجه مضاد حيوي، اللي هي انفلونزا، فيروس ممكن الجسم يقضي عليه لوحده، بتلاقيها سخونيه على خفيف، بدل مثلا ما درجه الحراره الطبيعيه بتاعت بني ادم 37 تلاقيها 37 ونص، 38، 38 ونص، وتلاقيها معاها شويه اعراض اللي هي بتاعت الزكام والبرد العاديه، رشح، زكام، مش عارف ايه. واهم حاجه تفرقها ان تلاقي الولد بيلعب ونشيط وبيتحرك وبيطلع وبينزل عادي، عنده برد ودافي شويه وبيعطس بس بيلعب وبيروح وبيجي وجاي ياكل معانا ومش عارف ايه. لكن التانية البكتيريا بقى تلاقيه مهمت وهمدان ودبلان ونايم في السرير ومش قادر يمشي ومش قادر يتكلم وميت خالص، مش هو ده الواد اللي كان بيلعب ويجي، دبلان خالص، ودرجه الحراره فوق بقى 39 و40 و41، دي ساعتها تفرق انها بكتيريا، ويبان بقى ساعتها مكان البكتيريا، ان كانت في الودن تلاقيه ودنه فيها المشكله وتلاقي فيه مشكله ورا طبله الودن ممكن يتجمع، ان كانت في الزور تفتح تبص على اللوز تلاقي عليها زي غشاء ابيض كده زي ما يكون بكتيريا، ان كانت في البول تلاقي فيه ميكروب في البول او حرقان في البول حسب مكانها، ان تمام. كانت في الصدر تلاقي كحه وبلغه، المهم انه ميكروب. طب الابن جاله شويه فيروس وطنشناه، وغالبا ده بيخف لوحده وياخد شويه حاجات دافيه مع مضاد خافض للحراره بتاعه، لكن لو جاله ميكروب وهمد وسخن
سواء بقى في ودانه، في اللوز، في زوره، عشان في ناس تقول لك انا شلت اللوز خلاص مش هيجي لي حمى، لا ممكن تيجي لك في ودانك، في زورك، في البلعوم، في الحنجره، في اي حاجه، تحت سنة ولا دور السنة. في ضرس، في تحت خراج، التهاب رئوي، بس هي اكترها بتيجي فعلا في الحته دي، فبتبقى غالبا في اللوز. طب جالي دور لوز، عيل صغير من سن 15 لسن، من سن 5 لسن 15 سنه، جاله دور لوز، ولوز جامده وسخن وهمد ومش عارف ايه، وجه الاب عمل اللي عليه واداله مضاد حيوي 5 6 ايام لحد ما الواد السخونيه راحت، كمل الكورس اللي بالاخر، لان في ناس تاخد مضاد حيوي يوم وخلاص يقول لك الواد او ياخد يوم وبعد كده يكمل مثلا بايه، خفض حراره ويعمل له كمادات والميكروب لسه موجود. الصح انك تكمل الكورس للاخر 5 6 ايام يبقى خلصناه. طب نفرض جات الام طنشت ما ادتش مضاد، ادت بس خفض حراره، او ادت مضاد بس يوم واحد او يومين والواد لسه الميكروب فيه، والميكروب ده فضل موجود، قال لك يحصل بقى حاجه عجيبه قوي. قال لك الميكروب اللي احنا بنتكلم عليه في الحلقه بتاعتنا اللي هو ممكن يعمل حمى ويروح للقلب ويبوظ القلب ويبوظ صمامات القلب وممكن يخلي عيل صغير يعمل عمليه في القلب، يعني اكتر سبب تشوف طفل صغير يروح يعمل عمليه قلب مفتوح هو ان اللي بنحكي عنه ده، ان يكون جاله حمى وراحت للقلب. طب بتوصل ازاي للقلب يا دكتور؟ قبل ما توصل الحمى للقلب ناخد مداخله تليفونيه. استاذه حنان من الاسماعيليه اتفضلي. الو، اتفضلي يا استاذه حنان. بقول عليك، انا عندي اخويا عنده 40 سنه كويس تمام، ودلوقتي هو عنده كسور في الشرايين التاجي، فهو دلوقتي بقاله فتره ومش عنده برد على طول، دلوقتي معاه في السنه وعنده برد على طول. طيب طب ايه علاقه البرد يعني ايه المرحله الصغيره؟ انا سمعت كده ان هو البرد دوت يعني مرحله متاخره، يعني عايز اعرف يعني وصلت ايه المرحله ان هو يبقى عنده برد على طول. هو انت ايش عرفك يا استاذه حنان ان عنده كسور في الشريان التاجي؟ هو عمل رسم قلب. يا سلام، رسم القلب لا يبين الكسور في الشريان التاجي. رسم القلب مبين؟ ابدا، الا لو كان رسم قلب بالمجهود. عنده بالمجهود، واقل مجهود هو بيشتغل واقل مجهود بيعمله بيجي له في قلب كتفه. طيب اوكي ممتاز، انا عاوز ابين بس الموضوع ده عشان خاطر مش اي حد بس يعمل رسم قلب. دكتور ده بقاله اكتر من سنه شغال عنده برد بعد الكسور ده على طول. لا بس ملوش علاقه، اسمعيني. انا سمعت قبل كده قالوا لي دي مرحله متاخره بعد الكسور على طول بيجي له برد على طول. لا الا بقى لو مجهود بسيط خالص يعمله يمسك كتفه مش قادر يعمل اي مجهود وتعبان على طول. طيب اوكي هرد عليه، هو ما جالوش قبل كده اي جلطات في القلب صح؟ بس هو بيشتكي دايما من الام في صدره جامده جدا على طول. خلاص ما انا فهمت، ما انا فهمت، بس عضله قلبه مش ضعيفه ولا انت ما تعرفيش المعلومه دي؟ لا لا ما اعرفش المعلومه. طيب خلاص هرد عليك يا استاذ حنان. بص هو تمام، هو كون ان واحد عنده كسور في شويه تاجي نربطها بدور برد، زي كاننا بنربط واحد عنده خراج في صباع رجله الكبير بيجي له دور برد. نعم. الاثنين جايين مع بعض بس مش ده اللي عمل ده. تمام. الا بقى لو القصور ده خلى عضله القلب ضعيفه، عشان كده سالتها، هو عضله القلب بتاعته ضعيفه، ولما تكون عضله القلب ضعيفه يبقى مش قادره تزق الدم، فالدم بيتراكم في الرئه، فالرئه يبقى وسط مناسب لنمو البكتيريا فيجي له التهاب رئوي كل شويه. انت عن 40 سنه يعني المفروض مرحله العمل والشباب يعني. اه بالظبط كده، فانا لا اظن ان يكون حاجه زي كده، ممكن تكون مش مربوطه بدي. وخلي بالك ان مش دايما، احنا عملنا مره حلقه عن قصور الشرايين في القلب، مش دايما رسم القلب يشخص قصور الشرايين التاجيه، حتى لو رسم القلب المجهود بينها، فيا ترى هو عمل قد ايه مجهود على ما يجي له وجع؟ يا ترى جري خطوتين بس دقيقتين وجاله وجع، ولا جري 8 9 دقائق وجاله وجع؟ لو جري كتير قوي وجاله وجع في الاخر خالص يبقى دي حاجه بسيطه وممكن تعالج بالادويه. نعم. مش لازم نعالجها بالقسطره والدعامات. وقلت قبل كده ان في حالات كتير قوي من حالات ضيق الشرايين التاجيه او قصور شرايين القلب او قصور الشرايين التاجيه بتتعمل لها قسطره ودعامات وعمليات وهي لا تستدعي، ممكن تتعالج بالادويه كتير قوي منهم، فمش تمام. لازم نتسرع في الموضوع ده. لكن بما ان احنا موضوعنا بقى في الاطفال فنكمل كلامنا في الحمى الروماتيزم. نرجع لجزئيه ان تنتقل او ينتقل هذا الميكروب الستريبتوكوكاي من البؤره الصديديه المتواجده في اي مكان في الجسم الى عضله القلب. تمام. فتاثر عليه. ممتاز ممتاز، هو فعلا الاسم اللي قاله الدكتور سيد اسم البكتيريا اللي لقوا انها بتعمل الموضوع ده، اسمها بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. هم سموها كوكاي، كلمه باليوناني معناها دوائر، عشان هي بتبان تحت الميكروسكوب زي دوائر السبحه كده، حتى سموه الميكروب السبحي عشان هو باين زي الدوائر. طب بيعمل ايه الميكروب ده؟ قال لك الميكروب ده ضعيف جدا. اولا اي مضاد حيوي كان ممكن يموته، لو اديته بنسلين يموت. انت عارف بنسلين ده اللي هو اول مضاد حيوي تم اختراعه ايام 1800 ومش يعني مضاد حيوي تعبان قوي، يعني البكتيريا خدت عليه، المفروض ما بيعملش حاجه خالص، يموتها. يعني معنى كده انه ميكروب ضعيف، يعني انت لو لحقت الواد كان بفولوموكس ولا اي مضاد حيوي من النوع التعبان اقوى من كده هيظبطه. طب فولوموكس، اوجمنتين، هايبروتيك، اي حاجه بقى حسب ما يكتب الدكتور. المهم التركيبات دي ان هو سهل قوي انه يموت بميكروب بمضاد حيوي، بس انت بقى سبت الواد سخن وطنشته وما اديتوش مضاد حيوي، او اديته مضاد حيوي يوم واحد وخلاص، او عملت له شويه كمادات فالسخونيه راحت والميكروب لسه موجود. قال لك الميكروب ده زي ما قلنا ضعيف قوي، يفضل موجود خبيث جدا وما يعملش اي حاجه، وممكن الواد لوحده يخف وتلاقي السخونيه راحت،
يا سلام، ده الواد خف اهو، ما غرمناش 5 جنيه علبة مضاد حيوي، ده الواد خف لوحده، لا او جبناها بس من التامين الصحي او او جبناها من زكاة الدولة. التأمين الصحي ببلاش زي بعضه. المهم انها ما خسرتش حاجة، قالت لك اهو الواد خف اهو، كان عنده سخونية، وانت قاعد بقى تقول في التلفزيون لو درجة حرارة 40 وسخن لازم مضاد حيوي، اهو بعد يومين من غير مضاد ولا حاجة خف لوحده. دكتور رامي احمد، مداخله تليفونيه من القاهره، اتفضل. ونستكمل ماشي الحديث حاضر. الشيق معكم احمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا في البدايه احب اشكر قناه صحتي والدكتور رامي اسماعيل على اشكرك المعلومات القيمه جدا جدا اللي احنا بنستفيد فيها. اشكرك يا احمد. بس في حاجه كده معلش انا بسال عليها، انا عارف ان موضوع الحلقه عن الحمى الروماتيزميه، تمام. بس انا اعرف طبعا من اساتذه القلب اللي ما شاء الله معلوماتهم غزيره جدا، دكتور رامي اتكلم في موضوع ضغط الدم قبل كده كتير. تمام. انا عايز استشيره في حاجه حصلت لزوجتي. تمام. اتفضل. انا زوجتي من حوالي بالظبط 40 يوم كانت طبعا حامل ووضعت من 40 يوم، الوضع بتاعها كان ماشي في اتجاه الطبيعي خالص، كانت ولادة طبيعية. كويس. في لحظة معينة وهي بتاخد ملاحظات اللي هي قبل بقى ما تتم الولادة على طول، وهي جاي لها وجع الولادة، ألم الولادة، ضغط عالي. الضغط عالي طبعا، عالي ارتفاع رهيب، كان بقى وصل كام يعني؟ ل 180 على 120. وبعد ما حملت، بعد ما ولدت، نزل تاني. لا انا هقول لحضرتك، وبعدين في الوقت ده كان في زلال في البول، ماشي. كان في زلال في البول طيب، موجب اتنين، كانت داخلة على فالدكتور كانت داخلة على تسمم حمل وولدت، خلاص كده عالجت الموضوع. والدكتور والدة قيصري بقى خلاص، حلو. الضغط عالي بقى بعدها ولا نزل تاني هي خلاص؟ دخلت عناية مركزة 3 ايام بعد الولادة. ماشي. المهم دلوقتي الضغط اخباره ايه؟ دلوقتي حضرتك هي بتاخد حاجة اسمها ميثايل دوبا، انا مش ماشي. هقول الاسم العلمي، ماشي ماشي قرصين ماشي الصبح وقرصين بالليل. ماشي. طبعا في على مدار ال 40 يوم بعد الولادة ابتدى اتابع الضغط كل يوم، هتلاقي نزل. نزل ده وصل لحد اخر حاجة امبارح كان 170. طيب ما نعمل ايه في كفاية بقى، الجرعة ما دي؟ تديش الدواء ده، ملوش لازمة. يعني اوقفه خالص؟ ايوه طبعا، الدواء ده احنا بنستعمله كدواء امن لعلاج الضغط اثناء الحمل، وتسمم الحمل كلمه تعني ان الام مش طايقه الجنين، انه خلاص لازم ينزل. علاج تسمم الحمل يوم ما يبوظ الدنيا، هو بيعمل ايه؟ بيعمل زلال في البول ويعلي الضغط جدا ويورم الجسم، وعايزه تنزله باي طريقه، اكن الجسم بيقول كفايه مش قادر اشيل الواد ده اكتر من كده. تمام. فعلاجه النهائي هو ان انا اطلع الواد، فتحنا بسرعه قيصري وطلعنا الواد، الضغط هينزل والزلال هيروح ورجليها هتفش تاني، وهتلاقي كل افضل مكمل على الدواء بقى، هيوطي هيوطي هيفضل يوطى زي ما انت بتقول كده، بطله وهتلاقي الضغط تاني ظبط. وبعد كده بقى تابعه شوفه بيعلى بينزل، عشان دايما العيانين او البنات اللي جالهم ضغط حمل عرضه لان ممكن يجي لهم ضغط تاني بعد كده، فشوف الضغط هيعلى تاني بعد كده ولا هيظبط بعد كده على طول. تمام. شكرا يا دكتور. كنا عند البنسلين او الاموكسيسيلين او تمام. هذه المركبات البسيطه موضح حيوي اللي التي ممكن قد تبقى تستخدم، لكن يعني قد تكون هناك جزئيه من كثير من الاطباء يلجؤون الى مركبات اكثر تقدما من اقوى، حسب بقى سخونيه كلمه الوقت. اقوى هذه، انت قلت بان هذا الميكروب قد يستجيب الى هذه المجموعات الدوائيه البسيطه، لكن ان نرتقي الاموكسيل والاموكسيسيلين والفلوكساسيلين ان نصعد بمركبات اكثر تعقيدا، فهذه قد تعطي ريزيستنت او مقاومه. بص يا سيدي، صلي على النبي. قال لك اساسا الصح مفروض لما يكون في ميكروب عند الطفل، ده الكلام ده في اي عيل في اي دوله في العالم، لما يجي لي حد سخن ميكروب مش الصح ان انا اديله مضاد حيوي، لان في مليون نوع ميكروب. هو انت لما تدخل الصيدليه تقول له انا عايز بال 20 جنيه دول علبه مضاد حيوي، هيديك علبه؟ هيقول لك لا، انت عايز انهي علبه في الدولاب ده؟ الدولاب مليان، يجي 30 نوع 40 نوع 1000 نوع. طب ليه في مليون نوع كده مضاد حيوي؟ لان في مليون نوع بكتيريا، يا ترى انهي واحد في دول بقى اللي يمسك في دي؟ الله اعلم. طب نعرف منين؟ قال لك المفروض الصح ان لما حد يجي له ميكروب في اللوز، في الزور، التهاب في مجرى البول، مش تاخد عينه مسحه من الزور، عينه مش عارف من البلغم، عينه من البول، عينه مش عارف من الصديد، وتعمل حاجه اسمها مزرعه، تعرف ايه نوع الميكروب وايه المضاد اللي مظبوط للميكروب ده. لكن هل كل الناس السخنه بنروح نعمل لهم مزرعه، والمزرعه تقعد 3 ايام على ما يطلع، والمزرعه اساسا اغلى من ثمن علبه المضاد الحيوي؟ قال لك لا، ادي له مضاد وخلاص، ظبط غالبا يعني يبقى كويس، ما ظبطش يبقى نديله واحد تاني، ما ظبطش يبقى نديله واحد تالت، ما ظبطش والميكروب ده بقى مش عاوز يموت عدينا على، يبقى اعمل له ساعتها مزرعه. فمش بنلجأ، هو عاده نكتب، لكن الصح ان احنا نعملها من اول مره المفروض. هو في بعض الاحيان يكتب مضادين ثلاثه مع بعض، اثنين وثلاثه، ولما ما تظبطش بدا تيجي في الثاني. مداخله تليفونيه فاطمه من القاهره، اتفضلي يا فاطمه. فاطمه اتفضلي. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا فندم، معلش صوتك معلش. بص يا دكتور، انا وانا صغيره، انا دلوقتي عندي 35 سنه، برضه كنت لسه صغيره. صغيره في المرحله الابتدائيه كان جالي حمى رمزميه، وكنت باخد الابر البنسلين كويس، بس ما كنتش باخدها بانتظام كويس، وجيت لغايه اولى اعدادي كده منعتها خالص كويس. فدلوقتي ببتدي احس زي بحرقان كده في صدري كويس، زي سرقه كده. طيب اوكي، انت بس عملتي انا قبل كده كتير. عملتي قبل كده موجات صوتيه على القلب؟ لا ما عملتش اي حاجه خالص. طيب اوكي ممتاز. انا انا هرد بس فاكره زمان ان انا كان تبع المدرسه التامين الصحي كانوا بيعملوا لي زي
سرعه ترسيب، تحليل حاجه زي كده. هقول لك بقى، ارد عليكي للاسف حاجه تضايق حاجه تزعل، ان معظم الناس اللي في مصر بتتشخص حمى روماتيزميه بتتشخص بالتحليل ده. تمام. والتحليل ده ليس له علاقه، ابشري، فان 90%، شوف انا بقول رقم كبير ازاي، 90% من الناس اللي بتاخد حقنه بنسلين عشان عندهم حمى روماتيزميه بياخدوها اونطه بلا داعي. لدرجه ان لو دخلت تسال الحقنه دي في صيدليه يفتكرك بتسال على مخدرات، مش موجوده. من الناس كلها، كل عيل في الدنيا رجلته وجعه يبقى دي حمى. يا راجل يا راجل، طب انا دلوقتي رجلي وجعاني خلاص اخد بقى الحقنه؟ ملهاش علاقه. طب امال يا دكتور ما تفهمنا بقى، نعرف منين انها حمى؟ عشان كده انا سالتها هل عملتي موجات صوتيه على القلب، لان كلمه حمى روماتيزميه على القلب يعني في مشكله في القلب، في صمامات القلب، ودي تتعرف منين؟ بحمى، بموجات صوتيه على القلب. تلاقي واحد القلب سليم والصمامات سليمه وعمل موجات صوتيه طلعت احسن من ابو تريكه ورايح ياخد حقنه بنسلين. طب يا ابني ما انت القلب سليم. يقول لي ما اصل سرعه الترسيب، اي حد رجليه بتوجعه هيطلع عن سرعه الترسيب، اي حد جاله شويه لوز ولا ميكروب وعمل تحليل ميكروب هيلاقي الميكروب موجود، لانها اجسام مضاده للميكروب موجوده في الدم. تمام. زي ما انت تعمل مثلا اجسام مضاده لشلل الاطفال، هل انت دلوقتي عندك شلل اطفال؟ ابدا، بس الاجسام المضاده موجوده لان موجود مناعه عندك تطعيم منه. فمش معنى ان انا عندي اجسام مضاده للميكروب السلاح انتي ستريبتولايسن اوتيتر او اي اس او تي او تحليل ميكروب السبح الشهير يبقى معنى كده ان انا عندي دلوقتي ميكروب وراح للقلب، لا، ممكن يكون جالي ميكروب وخفيت. مش معنى ان انا عندي شويه سرعه ترسيب يبقى معنى كده ان انا عندي ميكروب وراح للقلب، ابدا. ده اي واحد عنده شويه التهابات في رجله في ايده ركبه بتوجعه واقف في طابور بقاله ساعه واقف في الشمس هيحصل عنده سرعه في الترسيب، ملهاش علاقه بالقلب. دكتوراني يعني اعراض كثيره. حلو. ومنها يعني المنذر والخطر، ومنها نسبه 90% اللي قلت عليها، مش لازم يعني الرقم بالظبط بس نسبه كبيره اوقات تزيد، ومنهم دي اوقات تزيد. صح. كيف يتم تشخيص الحمى؟ حلو قوي، ممتاز. قال لك رقم واحد، تشخيص الحمى الروماتيزميه هو تشخيص اكلينيكي. ايه اكلينيكي دي؟ يعني بالاعراض، يعني الكلام اللي هقوله ده، وليس تشخيص بالتحليل. يعني اللي داخل بيقول لي يا دكتور انا عندي حمى روماتيزميه ومعايا ورقه تحليل، اعرف انه تشخص غلط، لان الحمى الروماتيزميه هو مرض لا يشخص بالتحليل، مش محتاج تحليل عشان اشخص الحمى الروماتيزميه. امال اشخصها ازاي؟ قال لك بالاعراض اللي بتحصل للعيان. طب وايه هي بقى الاعراض اللي بتحصل للعيان؟ قال لك بتحصل له بالتسلسل الاتي. اول حاجه لسه كنا بنقولها، انه يسخن، وبعد ما يسخن الام تطنشه، ما تديلوش مضاد حيوي. هو مش هيقول يعني امي طنشتني، هو هيقول لك انا سخنت وخفت لوحدي. طب وبعدين؟ يقول لك الميكروب صحيح خف لوحده، بس الميكروب لسه موجود مختفي جوه في اللوز او في الزور او في الودان. هو خف، السخونيه راحت والميكروب نام وهدي وما خدش مضاد حيوي، بس الميكروب لسه صاحي بقى، ما خدش مضاد حيوي. قال لك بعدها باسبوعين ثلاثه كده سخونيه، وبعدها باسبوعين ثلاثه كنت زي الفل. يقول لك يبدا الميكروب ينشط ويعمل حركه خبيثه قوي بقى، وهو ده اللي مخليه بيبوظ القلب. مع انه شوف ميكروب تعبان قوي على قده، بس يبوظ القلب ازاي؟ قال لك بيتحور هذا الميكروب اللي هو اسمه الميكروب السبحي، ويتشبه بخلايا المفاصل وخلايا القلب. فالجسم يخبط في الميكروب وبالغلط يخبط في المفاصل ويخبط في القلب بالغلط. يا لهوي، طب ما كده بقى الوضع هيضيع مني. قال لك لا، ما هو مش بيخبط في، بياخدها بالتدريج. الاول بيخبط في المفاصل، يعني الاول بيحصل انذارات في المفاصل، تلاقي المفاصل ورمت. يعني يجي الام تقول لك انا الواد كان كويس سخن من اسبوعين وبعدين بقى كويس، بعدها يا دكتور عدى اسبوعين زي الفل، فجاه صحي من النوم لقيت ركبته ورمه. طب وقع عليها يا حاجه اتخبط فيه؟ ابدا، ورمه كده مش قادر يحرك، اتنيها له كده يصوت، مش قادر يقوم يقع. كنا بنشيله شيل عشان نوديه الحمام. يا ربي، معقولك لوحده؟ اه لوحده. شوف ربنا بقى بيخليها تبان بطريقه بحيث انها تبقى مميزه، يعني اللي يشوف كده عايز ايه، عايز تحليل ايه ما يتفقس. ويقول لك كمان عشان ربنا يبينها اكتر وتتبين اكتر للدكاتره، قال لك مفيش بعد كام يوم تلاقي ركبته فشت لوحدها واللي جنبها ورمت الثانيه، اليمين تبقى حلوه وبعد شويه تفش والشمال تبقى تره وبعدين تفش وبعدين يجي المفصل بتاع الورك وبعدين يجي المفصل بتاع الكوع وبعدين يجي تقعد تتنقل كده لوحدها. طب ايه في مرض تاني في الطب يخلي واحد مفاصله تقعد تورم مع نفسها وتخف من دي وتروح لدي وتخف من دي وتروح لدي؟ دي حاجه واضحه جدا. ده لو اي ده لو واحد في اولى طب سمع، ده لو واحد ما مش في طب خالص وسمع الكلمتين دول واتحكى له بس في التليفون من غير ما يشوف الطفل ده، قال له ده انا الواد كان سخن وبعدها باسبوعين ركبته ورمت ومش بنشيله ومش قادر يتحرك وفجاه لقيناها فشت لوحدها وبعدها بيومين التانية ورمت وبعدها ما خلاص بقى، هذه حمى روماتيزميه اثرت على مش الميكروب والميكروب لحر الركب لكن لسه ما راحتش القلب. تمام. دكتور رامي، يعني الحمى او التهاب المفصلي المتنقل من مفصل الاخر بيسموه فعلا كده فليتنج ارثرايتس او التهاب مفصلي متنقل. تمام. مميز قوي في المرض ده.
كلام جميل، لكن ليس بالضرورة كل حالات الحمى الروماتيزمية تظهر مع الفليتنج أرثرايتس، على أنها أحد العلامات المشخصة، لكنها ليست موجودة مع كل حالة. حلو قوي مهندس أشرف، مداخلة تليفونية من الحمى. موجودة في معظم الحالات، بس هقول اللي مش موجود يبقى عنده إيه مكانها بعد كلام المدخل. جميل. مهندس أشرف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس بلغ تحياتي للدكتور ولحضرتك يعني. أشكرك يا فندم. أنا خليك يا فندم. أنا بس كنت عامل حادثة عربية في منطقة الفخذ يعني، واتصبت عندي كسر في الفخذ، الكلام ده من سنة. سرعة الترسيب عندي عالية وصلت لحد 98. ملهاش علاقة، ما هو عشان في كسر وفي التهاب لازم سرعة الترسيب تعلى. طيب أنا بس عايز أفهم حضرتك حاجة وأفهمها لكل المشاهدين. طيب ماشي، طب كمل سؤالك الأول. اتفضل يا باشمهندس. عندي دلوقتي في رجلي تحت في الـ في الـ في الـ في القدم من تحت في انتفاخ على طول مستمر يعني، حتى في رجلي السليمة. في السليمة. ده على طول موجود، ما باخد معاه، خدت أدوية للبطنة ما راحش، وبحاول أقعد مثلا وأعلي رجلي برضو ما بيروحش. العجيب ان هو في رجلي السليمه، وحضرتك كنت عايز اعرف يعني هل سرعه الترسيب دي اللي هي وصلت 98 ممكن تضر القلب يعني؟ لا. سمعت الموضوع ده دلوقتي يعني. لا ملهاش علاقه. والرجل الثانيه كويسه؟ الرجل الثانيه كويسه يعني، بتبقى احسن من الرجل الاولانيه، بس الاثنين ورمي صح؟ ورم بسيط في اللي هي فيها كسر. طيب اوكي ممتاز، متشكر، هرد عليك. شكرا يا دكتور. هو بس عشان نوضح للبشمهندس اشرف، هو متخوف من ان ارتفاع سرعه الترسيب تضر عضله القلب. ابدا يعني. طيب اوكي، هو معناه ايه بس كلمه سرعه الترسيب عشان الناس تفهمها؟ قال لك سرعه الترسيب، ترسيب يعني بيرسب ايه؟ قال لك بيرسب الدم. هو بيجيب انبوبه ويحط فيها دم، يسحب مني شويه دم ويحطهم في انبوبه. قال لك الدم ده عباره عن ميه، نص ميه والباقي خلايا، اللي هي كرات الدم الحمراء اللي كنا ناخدها في اولى ابتدائي، وكرات الدم البيضاء، وكرات الدم مش عارف الصفائح الدمويه. فقال لك الدم ده نص ميه، فلو سبته الخلايا دي هتترسب والميه تفضل فوق اللي هي البلازما. فيقول لك لما يكون في التهاب في الجسم، واحد وقع على رجله، واحد اتكسر، واحد رجليه وجعاه، واحد عنده حمى روماتيزميه ورجليه وجعاه، واحد رجليه وجعاه مش من حمى خالص، واحده ست عندها 70 سنه وعندها روماتيزم في رجلها، واحد عنده دور برد، واحد جسمه مكسر، واحد مسافر وجاي من مشوار، واحد كان بيلعب كوره، واحد اي اجهاد او التهاب موجود في الجسم ليس له علاقه بالقلب خالص، اي حاجه تانية خالص، لو خدنا منه دم وحطيناه في انبوبه، الدم منه فيه التهابات فيلزق بسرعه اكتر، فيترسب بسرعه، فيحصل سرعه في الترسيب. اذا فسرعه الترسيب دي ليس لها علاقه بحمى روماتيزميه على القلب، دي حاجه بتحصل مع اي حد تاني رجليه وجعاه حتى لو ما كانتش من القلب، حتى لو عنده 70 سنه. اوكي، عشان كده اتضايقت مره لما كنت مره في حلقه من الحلقات وواحده كلمتني على الهواء عندها 70 سنه، يعني شوف بعيد عن الحمى الروماتيزميه، تقول لي يا دكتور والله ده انا عندي رجلي وجعاني، رحت عملت تحليل سرعه الترسيب طلعت عاليه، ادوني حقنه بنسلين. يا سلام يا بنت، ده انت المفروض تاخديها بقى باثر راجعي بقى من ايام بقى من 40 سنه فاتت، حرام عليك يعني. ليس دي ليها علاقه بدي. خلاص، سرعه الترسيب لو انا عملتها دلوقتي وانا قاعد متنرفز اهو هتطلع عاليه، عشان الدم هيترسب اسرع ولما يكون في التهابات او كده، فهي ليس لها علاقه. امال قلنا نشخص ازاي؟ قلنا نشخصها بالتسلسل اللي قلناه. عيل سخن، انا ابني يا دكتور كان كويس وبعدين جاله دور برد، وبعد دور البرد سخن جامد وطنشناه، او مش مهم طنشناه، خف وقعد اسبوعين كويس وبعدها لقينا رجله بتورم. المفروض بقى الام بتاخد بالها في الحاله دي، رجله بتورم ما لازم تاخده للدكتور، بس ساعات رجلي تورم فتقول لك يمكن وقع عليها، ندهن له فولترين ولا حاجه، وبعد شويه رجلي تفش والتانيه تورم لوحدها. طب ما وقعت يا ابني؟ لا ما وقعتش. وبعد شويه رجلي دي تفش وركبته دي وبتوجع قوي ما يقدرش يحركها، ده ايه ده؟ ده زي ما تكون مكسوره ومش قادر يقوم. لو واحد دلوقتي اتصل من اللي كان عنده حمى روماتيزميه من الحقيقيه اللي انا بحكي عنها دي، يقول لك انا فاكر ان انا فضلت ساعتها شهرين ثلاثه في البيت، بيشيلوني من على السرير يحطوني على المكتب، يودوني للحمام، بيودوني، وخدت اجازه من المدرسه وانا صغير. حاجه لا تنسى، مش واحد رجليه وجعته عشان الكعب النهارده نقوم نقول له حمر ما تظلم، حاجه لا تنسى، مش قادر يمشي، بيتشال شيل. دكتور رامي، نشوف ناصر من اسيوط مداخلته بتقول ايه. اتفضل يا ناصر. استاذ ناصر اتفضل. استاذ ناصر اتفضل. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذنك على صوتك يا ناصر. السلام عليكم. ممكن وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. انا عامل عمليه قلب مفتوح كويس من 2004 كويس، واخد بال حضرتك؟ أيوة. دكتور، فغيرت ثلاث شرايين كويس وصمام الاورطي كويس، ومن حوالي سنتين كده ركبت دعامه. حلو يا خساره. واخد بال حضرتك؟ من حوالي كده سنه الزيت انا طبعا ما بستعملوش ولا سمن ولا اي دهون. بدا الوجع اللي في صدرك يرجع تاني؟ لا ما رجعش، بس قعدت فتره امشي شويه. لا يا دكتور. يحصل ايه؟
كنت امشي مسافه حوالي 200 متر يحصل ايه؟ اشعر بالم في الصدر من الشمال واليمين. طب ما هو ده اللي انا اقصده. بعد ما ركبت الدعامه وبعد ما عملت العمليه؟ لا 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 قبل الدعامه. طب وبعد الدعامه الدنيا حلوه؟ جدا. لا 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 قبل ما ركب الدعامه. طب وبعد ما ركبتها عامل ايه دلوقتي؟ بعد ما ركبتها يعني معقول. ولسه الوجع موجود يعني؟ الدعامة دلوقتي ما معقولة بمشي عادي وما كنتش اقدر امشي. الدعامة موجودة اللي هي الدعامة الدوائية دي. طيب خلاص. وانت ايش قوتك دلوقتي؟ يعني انا دلوقتي ما ممكن امشي 200 متر 300 متر. ويجي لك الوجع؟ دلوقتي يعني معقول كويس. اخف من الاول بس ما اختفاش خالص يعني. طيب. الوجع يعني عايز ارد عليك. ما يجيلي خالص. عايز ارد عليك شكرا جزيلا. انت سنك كم سنة؟ داخل في الخمسين دلوقتي. طيب ربنا يديك الصح. بص اهو يعني رغم ان ده بعيدا شوية عن موضوع الحمى الروماتيزمية بس ده ردا على الكلام اللي كنت لسه بقوله من ساعة ان هناك حالات كتير بتعمل دعامات او قسطرة او عمليات وهي يمكن ان تعالج بالدواء. تمام. والنتيجة تكون ان بعد شوية الكوبري عمل عملية زرع شرايين بناخد شرايين من ايده او من رجله نزرعها على القلب على الشريان المسدود. الكوبري بقى اللي زرعناه ده هو نفسه اللي زرعناه مكان المسدود ممكن يتسد وساعتها نحط فيه دعامه والدعامه دي ممكن تتسد ويفضل العين يخش من عمليه القسطره لدعامه لتتسد عمليه تانية قسطره لحد ما يموت او فلوسه تخلص. طب ليه هناك كثير من الحالات دي فعلا محتاجه عمليه؟ ما قلناش لا. وهناك الاكثر اكتر بكتير يمكن ان يعالجوا دوائيا كتير قوي ممكن. فمش لازم نتسرع، لازم الاول نحاول محاولات دوائيه كتير قبل ما نعمل عمليات. طيب نكمل بقى كلامنا بعيدا عن الناس الكبار وشرايين القلب الخمسين سنه، نكمل كلامنا في الاطفال الصغارين. فبقول لك لو واحد كان اتصل بينا دلوقتي وجات له حمى روماتيزميه من الحقيقيه مش من اللي هي رجليه وجعاه فراح خد حقنه بنسين، لا حمى روماتيزميه من الحقيقيه، يقول لك ده انا فعلا قعدت يوميها شهرين ثلاثه في البيت واخد اجازه من المدرسه وانا طفل صغير وكانوا بيشيلوني شيء. طيب نفرض الام لقت الواد ركبه بتورم كده راحت خدته عند دكتور، لو دكتور شاطر هيقول لها هو كان سخن، تقول له اه من شهرين ثلاثة كان سخن وقعد اسبوعين حلو وبعدين بدأت موضوع الركبة تتنقل من ركبة الركبة الركبة، هيقول لا يا ستي دي حمى. يا ترى وصلت يا دكتور للقلب ولا لسه؟ بحاجة بسيطة او بالسماعة يسمع القلب، سمع الصمامات، اربع صمامات في القلب يسمعها، الصمام المترالي، الصمام الثلاثي، الصمام الاورطي، الصمام الرئوي، سمع الاربعة لقى الصمامات كلها صوتها حلو ما فيهاش اي مشكلة، يبقى خلاص لسه ما وصلتش للقلب يا حاج، نلحق بقى بسرعه نموت الميكروب. يا لهوي والميكروب قاعد لسه من ساعتها؟ اللي ما كانش مفروض، كان مفروض تعمليه من الاول، مفروض تعمليه دلوقتي، مفروض تاخدي بنسلين او اي مضاد حيوي اقوى، فولوموكس اوجمنتين، بس يعني عايز اقول لك ان البنسلين وده الاسم العلمي بتاعه يموته، يعني الميكروب ضعيف قوي، يعني حقنه بنسلين من اللي هي ما تعملش حاجه خالص تموته. طيب ساعتها الواد خد بنسلين والميكروب مات، طب نعمل له ايه في ركبه؟ صحيح قال لك افضل حاجه تديها للركب ايه؟ فولتارين مثلا مسكن؟ لا. تدهن كريم مثلا؟ قال لك لا. قال لك وجدوا حاجه عجيبه جدا، وجدوا ان اكتر حاجه مرضى الحمى الروماتيزميه اللي عندهم ورم في الركب يستجيبوا ليها وتخلي ركبه تفش، تقول لك انا عملت كل حاجه عشان ركب، الواد بيصوت منها، اديته يا باشا اديته مخدرات ومش اديته مورفين ورجليه وجعاه، يقول لك الحاجه العجيبه اللي تخلي رجل الولد دي تفش غير انك اديته بنسلين الاسبرين. الاسبرين بس بجرعات كبيره، يعني ياخد له مثلا اسبرين اطفال 3 الصبح و3 الظهر او اسبرين الريف وده اللي هو الكبير ده، اسبرين العادي الازرق ده 300 جرام 300 ياخد الصبح وبالليل والظهر حسب الجرعه، يقول لك يستجيب استجابه هائله سحريه للاسبرين. يبقى الواد بقى له شهرين رجليه ورمه ومش قادر يقوم وبيتشال وخد كل المسكنات اللي في الدنيا وكل حقن المسكنات اللي في الدنيا وكتافلام وفولتارين وكيتوفان وكل المسكنات اللي انت عارفها ورجليه برده مش عايزه تخف، واول ما حطينا الريفو في بقه مفيش لقينا رجله فشت اكنه اتسحر، واحد سحره لدرجه يقول لك ان الدكاتره قال لك نعمل موضوع الاسبرين ده اختبار، لو واحد ركب ورمه وانت شاكك دي ورمه من الحمى الروماتيزميه ولا من حاجه تانية جرب اديله ريفو خف يبقى هي كانت حمى. تخيل من كتر ما هي سموها ثيرابيوتيك تيست، سموها منها علاج ومنها تاكيد للتشخيص، اصل مفيش حاجه في الدنيا تخليه يخف بسرعه من حته اسبرين الا الحمى الروماتيزميه. يعني الواد ده علاجه ايه؟ اسبرين ومضاد حيوي، برضه المضاد الحيوي ذكرته تاني. نكمل؟ طيب. دكتور رامي حديث شيق. خلص الوقت؟ يا خسارة. نظر وقت البرنامج ولدينا دقيقتين. أقول نصيحة فيهم؟ أحصل منك على جزئية مهمة جدا دكتور رامي.
الأهم أن هناك حالة شخصت على أنها حمى روماتيزمية وتتعاطى البنسلين طوال سنوات، وكيف يتم تقييم ما حصلت عليه وهل تأخذ بنسلين أم لا. إضافة إلى النقطة الثانية، المدة أو المرحلة العمرية التي أكدت عليها في الإصابة بالحمى الروماتيزمية. النقطة الأخيرة، من يعالج الحمى الروماتيزمية، طبيب الأطفال أم طبيب القلب؟ يتهيألي الاثنين، بس خلينا نرد في دقيقة قدامي. دقيقة أو دقيقتين. دقيقة ونص. كده خلص منهم النص. طب نتكلم بسرعة، احنا قلنا بس الحاجة النهائية ان انت قلت خلاص الولد رجليه ورمت وتعرف ان انها حمى روماتيزمية. امتى بقى توصل للقلب؟ قالك لو رجليه ورمت وبرضه انت معرفتش انها حمى روماتيزمية او سايبه ميت في البيت، ساعتها بقى يروح الجسم زي ما هاجم الركب وورمها، يهاجم مفاصل، يهاجم صمامات القلب، وبدل ما الصمامات بتفتح وتقفل كده يحصل فيها التهاب، وبعد الالتهاب تلتئم فتبقى ضيقه، فيحصل ضيق في الصمامات، وغالبا بتاثر على الصمام المترالي لدرجه ان قالك لو سمعت بس ان واحد جاله ضيق في الصمام المترالي قول له اقسم بالله العظيم جالك حمى روماتيزمية على القلب، لانه لا يوجد سبب اخر في الدنيا كلها لضيق الصمام المترالي، لان هي بتاثر الا الحمى الروماتيزمية على القلب. يعمل ساعات ضيق في الصمام او ارتجاع في الصمام، وياثر برده على صمام تاني في القلب اسمه الصمام الاورطي. المهم نعرف منين بقى؟ قالك في الحاله دي ساعتها برده هديله بنسلين، بس هتبقى متاخره قوي، وابدا بقى اعالجه، اشوف الضيق اللي في الصمام ده ضيق بسيط ولا متوسط ولا شديد، محتاج بالونه ولا محتاج عمليه غير الصمام خالص ولا محتاج علاج. بس قال لك اعمل ايه عشان اتجنب كل الفيلم ده؟ قال لك رقم واحد، ابنك يسخن قبل بقى ما يسخن، وبعدين ركبه تورم، وبعدين يبوظ القلب ويقعد له شهرين ثلاثه. الفيلم ده ابنك سخن وعرفت ان السخونيه دي سخونيه ميكروب بكتيريا همد ووقع هنا، اديله مضاد حيوي من النوع الفاخر حسب ما الدكتور هيكتب له، وقبل ما تبعد في المضاد لازم تنوي انك تكمله للاخر، تكمل الكورس للاخر حتى لو خف من اول يوم او يومين عشان تموت الميكروب وما يعملش كل الكلام ده. طب يا دكتور عملت كده، انا دلوقتي عندي حمى روماتيزمية تشخصت بقى باللي انت قلته او تشخصت بالتحليل، اعمل ايه؟ قال لك رقم واحد عشان تعرف اذا كنت انت بتاخد البنسلين صح ولا لا، اعمل موجات صوتيه على القلب زي السونار كده، زي السونار اللي الست الحامل بتعمله على البطن بس على القلب، بيتعمل وانت واقف ب 100 جنيه ولا حاجه في اي مستشفى او اي مركز اشعه، يطلع في ساعتها وانت واقف. ده بيوريني الاربع صمامات بتاعه القلب. قال لك الاربع صمامات طبيعيه، مفيش ضيق ولا ارتجاع، اذا فما فيش اي حاجه في القلب وانت كنت بتاخد البنسلين ده اوانطه. طب امال امتى بقى؟ قال لك في مشكله فعلا في القلب وفي صمام من صمامات القلب بايظه، بس خلي بالك في حاجه اسمها ارتخاء في الصمام المترالي، عشان في ناس كتير بتفتكرها مرض، لا دي مش تبع الحمى، دي حاجه طبيعيه، بيبقى الصمام بيفتح عادي بس مرخي شويه، فدي عاديه ملهاش علاقه بالحمى. لكن قال لك في ضيق في الصمام او في ارتجاع في الصمام روماتيزمي نتيجه حمى، ساعتها تاخد البنسلين، والبنسلين فايدته مش انه يموت الميكروب، ما الميكروب جه وعمل وبوظ الصمام، البنسلين فايدته انه يمنع حدوث ميكروب تاني، عشان لا قدر الله لو جالك سخونيه وانت مش واخد بالك يبقى البنسلين قاعد. لكن ممكن واحد ياخد بنسلين 10 سنين وطول 10 سنين ما يجيلوش ميكروب ويبطلوا شهر واحد ويجيله ميكروب في الشهر ده، فالبنسلين مش حل للحمى، البنسلين هو وقايه من الحمى. يعني ممكن بديل عنه ان انا اركز مع الواد لو سخن اديله مضاد حيوي اقوى من البنسلين، لانك ممكن تفضل تديله سنين طويله وما يسخنش، هو ليس علاجا ليها خلاص الصمام بايظ، هو علاجا لميكروب تاني هيجي. طب نفرض الميكروب التاني ما جاش، يعني زي في مثال بسيط هقوله، لو واحد جاله خراج في ضرسه واديته مضاد حيوي اسبوع وخف الخراج، ينفع اقول له كمل على المضاد الحيوي ده 3 سنين كمان؟ هيقول لي طب لازمته، اقول له عشان ما يجيلكش خراج تاني، هيقول لي لما يبقى يجي ياخده، او نفس الكلام لازمته ياخد بنسلين كل شهر، وانا في ايدي ان انا اعرف الميكروب هيجي امتى. لكن احنا الدكاتره بتديه خوفا من ان الام تكون مهمله او الميكروب يجي على خفيف، فيبقى كده كده في بنسلين طويل مفعول قاعد كل شهر يموت الميكروب لحد السن اللي يظن ان بعديه مش هيجي حمى تاني، اللي هو بعد سن 20 او 25 سنه. وانا حاطط نصايح على النت، لو دخلت على النت كتبت نصايح الدكتور رامي اسماعيل هتلاقيني حاطط نصايح وفوائد، يا رب تكون مفيده ويا رب تكون الحلقه دي افادت الناس. ولاستكمله من خلال النصايح من خلال ربنا يخليك ضيف العزيز الدكتور رامي اسماعيل زميل ابحاث القلب بجامعه جلاسكو ببريطانيا، شكرا جزيلا لك. شكرا قوي يا دكتور.